27 قرطاسه شراها عند شراتها مرتو عند واحد السيد. قلت لها الشراء ممنوع، هذا الشراء عامر، قرطاس عامر. قالت لي ولا تسحق، قال لي غيروا بنيات، ما قاليش انا راه قرطاس. فجا بحال هكا غوت ذوك البوليس، جاو بحال هكا داو حقو مع داو للدار، قلبوا له الدار، عاد خرجونا حنايا. هاد السيد دابا تيقول لهم انا ما كانش خدام معايا هذا، قال انا فين مصوره بديك 27 قرطاس؟ واش ماشي عندك في داك المحل؟ والمراه ديالو تتهددني، قالت لي راه كاري عليك جوج، لا انت لا الشمس. ما عمر في حياتي دوزت نهار تحبس، ما عمر عندي شي اسباقيه. علاش هاد السيد بحال هكا يدبر؟ وعاش الملك. ويا نوال الشاب عمري 52 عام، تخدم مع واحد السيد تدير شغل معاه مدة 8 سنين، جات هاد الجاحي هادي وخرجني طردني بدون سبب. تواجدت للمحكمة تنطلب حقي، كان مع خويا تيبيع ويشري فهاد الشي، ميكا لا فيراي طونوبيلات أي حاجة، المهم تيبيع ويشري بيع شري مهروب. خدمت خويا 8 سنين في الخدمة، ودابا اي واحد ما كايا الشهود تيمشي يدور معاهم ما تيحضروش معايا، انا تنطلب بحقي. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. اخويا ما كان مضيعني بزاف، انا السيد خدمت معاه ب 30000 ريال في الشهر ومعترف هو عند قاضي التحقيق بالله هو اللي تيخلصني. انا ما تنطلب شي حاجه ولا ظالم هذا السيد، انا في عمري 52 عام عمر لحقت مندوزو في حياتي، عندي 4 هاد الاولاد، انا تنطلب بحقي. انا كون عندي 100000 ريال اللي غنعطي لهاد الشاد دابا اللي صيفط لي، وما نديرش انا هاد البراكه بحال هكا. هاد الشاد صيفطوا لي قالوا قد شاد مع فلان. جا عندي هاد السيد، هو واحد الراجل عنده 84 عام، مشينا معاه للمحكمه وكذا، دخل قال لي داك الرئيس قال لي هذا راه صنتنا ليه، غنصنتو لهذا. فاش وقف جنبي بحال هكا قال له انا تنعرف هذا تيبيع غير الديطاي، وهما هما اللي محرشينو عليا، قالوا له اش تقول اش تقول اش تقول. جا عندي حتى لهنا للبراك، عاد تعود الخدمه ديالي هكا، طلبونا الشهود على الخدمه على الشغل هكا على الخدمه، يعوض ليا 8 سنين ديال الخدمه ديالي. وانا دابا غير براك، وكون ما لقيتش هاد الوالده مسكينه غاتينا هاد البراكه دابا فين غنعيش انا؟ يلا الاولاد هما سمحوا فيا، هذا هو سبت. وانا تفرقت مع ولادي في مسبت هذه الخدمه هذه، تفرقت مع ولادي، كنت خدام معاه بحال هكايا، تيجيو الولاد تيجيبو شي حاجه بلا ما نقولو داكشي، المهم حاجه مسروقه، تيقولو ما خصناش با يكون هنا باش يدي منهم هو يستغل من الولاد داكشي اللي كاين يعبر منهم. زي دابا الا جاب الولد هكا شي حاجه وهربت انا مسروقه، غنخاصم على ولادي. تاسقو دارو لي المشاكل مع الولاد صافي، تيجيبو هكا عندي جوج ولاد تيخدمو بالكراسو هكا تيدي منهم، ولا هكايا قال راه نسبق على باهم باش اللي هذا نديه انا، ما تنطالب بحقي وحق الله يرحم ليكم الوالدين والله يجازيكم بخير، انا ما تنطالب حتى من شي حاجة. انا هاد السيد راه الشرطة العلمية مصوراني ب 27 قرطاس، انا الا ما كانش عندي الدليل انا يدوني للحبس، انا ما السيد ما غاديش نتظلم عليه ولا غادي نمشي غير نكذب عليه. 27 قرطاسه شراها عند شراتها مرتو عند واحد السيد وكان واقف هاد مول الثلاج هذا اللي هنايا في الرومبال، لونصونا للبوليس صافي تا جاوج بدو الصمتة ديال. قال ملي جاتكم هادي قلنا واش هادي؟ جابها واحد السيد هكا خصنا يدير بها شي كارثة، راه عبراتها له الماء. صافي جات الشرطة العلمية عمرو داونا عمرو لنا المحضر، دارو لينا غير خدام، وانا اكثر من هاد الدليل. دابا قال لك ما كنتش انا خدام مع السيد، دابا تيقول لهم انا ما كانش خدام معايا هذا، قال انا فين مصوره بديك 27 قرطاسه؟ واش ماشي عندك في داك المحل؟ راه في دوك الكراجات. عندي ما ندير انا صافي، حنا شنا هذاك بحال شويه مزعزع. فاش جاو البوليس وكذا قال لك شكون جاب هذيك؟ قلت له واحد السيد. قال لي واش تيجي ديما؟ قلت له ديما. لا غد ليه بحال هكا جاو في الصباح بكري، فاش جا بحال هكا غوت لذوك البوليس، جاو بحال هكا داو حقو معاه داو للدار، قلبوا له الدار، عاد خرجونا حنايا. انا قلت للمراه مرتو، ما كان الراجل مشدود، قلت لها الشي راه ممنوع، هذا الشي راه عامر قرطاس عامر.
قالت لي ولا انا تسعى قال لي غيرو بينيات ما قال ليش انا قرطاس قلت لها دار ممنوع صافي السيد شافنا بحال هكا ونصل البوليس حتى جا البوليس تيك 40 سطابيط ولا كذا 40 سطابيط 5 سنين د الخدمه خويا ها الوريقات ديالي ها هما كلشي ها الشكايه ديالي ما غاديش نظلم انا الانسان تيخلصني تيخلصني بالشهر ديالي هو غادي تحقق الاثار بلا هو تيخلصني ما تيخدمش معايا كاع دابا بغيت انا التعويضات ديالي ما تيعطيني لا كون شي لا عيد لا حتى حاجه انا باغي حقوق انا السيد كان مستغني انا ولادي دابا فهاد الجائحه لا حنا لا حنا انت دابا ها العيشه ديالي ها انت خويا فين عايش دابا انت تشوف فيا فين عايش هذا كل ما بقيتش هاد المهمه مسكينه عطيناها هاد البركه دابا فين غادي نعيش انا من المرض من 2000 فاش دخل هذا المرض فاش سدوا الكراجات وهذا الشيء صافي حسنا حنايا بالثلاثة اخويا الحياة ديالي صافي دابا ولا الكريسة برا تمشي ها الرويد ديالها خطرة تندور خطرة تنجلس وهادي هي الحياة الوجوه كاين الوجوه مساكن تيشوف الكريسة بكا تيجبد 400 كاين اللي 1000 ريال كاين نهار تنقير ندور كاع تنصور 700 800 ريال هادي هي الظروف ديالي وعاش الملك والله يرحم لكم الوالدين انا بغيت غير حقي من هاد السيد والمرأة ديالو تتهددني قالت لي راه كاري عليك جوج لا انت لا الشهود ولا تيزيمي قالت لك بالسيوف وانا راه درت شكاية لوكيل الملك فاش دوات هاد الشكاية لوكيل الملك ما تسخ ما غوتو لي لا ليا لا ليها انا دابا لا وقع شي حاجة راه غير هي غير هاد السيدة هي اللي تتهددني شتا انت شتا تدخل عليا هكا دابا شتا من هنا وراه القادو سنين انا عايش اخويا مرمي ما كاين شي خوت هكا كلها مساكن الدين هكا فروسهم كلها مع مكافي مع راسو مع ولي جالسو وانا انا تنتمنى والله تجي الموت وصال هذا اخويا الحياة بزاف وضاعت لي حياتي وربعة الاولاد جوج الاولاد هما تزوج والله ما حطروني حتى في العرس صايت بدلات لي الحياة قلب لي السيستيم هاد الناس قلبوا لي حياتي قلبات تطلب من جلالة الملك الله ينصرو لينا بينا الحق راه القوي تياكل هاد اللي يشوف من حالتي وانا الا كنت تهديت عليه راه ربي فوق مني هو كيما مبعدتي عليا وزروقني بحال هكا ما نسمح لي لا دنيا لا اخيرة هذا هو الكلام اخويا التالي اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة